السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم اخواني الموالي، تحياتي لكم، معكم مولوع الشلح الملالي صاحب قناة الزاجل الاطلسي. كما هضرنا في الموضوع يعني ديال ديك الطريقة، يعني كيفاش تطلع الريتم للحمام وكيفاش تفرز يعني الكريات الحمراء اللي هما تيوصلوا لنا الاكسجين للعضله، وكيفاش تكثر من خليه يعني من الميتوكوندري اللي كتكون في الخليه هي اللي كتعطينا الطاقه. حنا كنديروا هذه الطريقه هذه، يعني الحمام كتخليه يطير ليبر. دابا راه هما راه الكره وانتاوي، راه واخا شويه عندي مشكل مع تي ما تيبغيوش ولاد الحرام يطيروا ليا مزيان، وضروري خاص دير لهم الرايه. كما كتشوفوا الرايه ديالنا والطورة الخوت، اول مره نشوفو عاق الله الا عندي هذيك الخيجه بشحال هذه، اول مره نشوفو. مو ما عليناش، الحميمات تيطيروا مولفين تيطيروا يعني ساعد المكانه ديالهم فاش كيبغيو ينزلوا، يعني ديما هما مولفين. انت كتشد العبار ديالهم، هما فاش كيبغيو ينزلوا انت كدير الرايه، كتفهم اللحمان بان الرايه كاينه، انت خاصك تطيري. هي الا ما قدراتش تطير راه غادي تجي توقف، راه والله واخا ما عرفتش شنو تصنع ليها. يعني هكا هادشي ماشي كنديروه يعني الشنطه خاصني نديروه للحمام، لا خاصني يعني نعطيو للحمام واحد يعني واحد المده ديال جوج الاسابيع ولا اسبوع. يعني هادشي تنديروه شحال هادي، وكتبقى لنا الطريقه يعني ديال الرايه. لحقاش شحال ديال الناس يديروا الرايه وما عارفش علاش داير ديك الرايه. هذا ما كان المهم هكا دابا تنخليو الحميمات هما تيطيروا، يعني ما واخا يبغيو ينزلوا هما تيفهموا بان الرايه راه كاينه، ما خاصيش تنزل، خاصي تزيد الطير. حنا فاش كنديروا لهاد الحمامه هاد وقت هاد رد الفعل هذا بحال هاد الشكل، الحمامه الداخل ديالها كتفرز، يعني تيوليو يخصوها الكريات الحمراء، تيوليو يخصها الاكسجين باش يوصل للميتوكوندري باش دير لنا التفاعلات باش تنتج لنا الطاقه باش تطير الحمامه. يعني الحمامه كتولي دير داك رده الفعل، هذيك رده الفعل هي اللي بغينا وهي اللي كتوصلنا. الى لاحظتوا راه تقدروا تشدوا حمام ديال الانتاج ديالكم وقلبوا لهم الصدر ديالهم، وقلبوا الحمام اللي تيتريني عندكم وهادي، وغادي تشوفوا الصدر الفرق ديالو. وعلاش يقولوا الاخوان يعني علامه الفورمه خاص يكون الصدر غوز، وهادي خاص يكون صدر غوز زائد، يعني خاص يكون هكا بهذه الطريقه. دابا تنوريكم الخوت، هذه هي باش كنوصلوا الحمام لهاد اللقطه ديال صدر غوز، ياك. زائد يعني الرجيلات ديال الحميمات تيكونوا سخونين، الا طلعتي لعند الحميمات في الليل راه تيكونوا سخونين. زائد يعني الحمام يعني تيطلع واحد لافورم اللهم بارك. وواحد الحاجه عاوتاني واحد النقطه، يعني الريكوبيراسيون. دابا الحمام ها هو طار هذه المده هذه، ومهم طار واستعمل واحد الجهد واستهلك واحد الماده واحد الطاقات اللي هما يعني دوك المصادر ديال الطاقه، اللي دوك الحويجات اللي الحمام تياخذ منهم الطاقه باش انه يطير كيكون استهلكهم. يعني حنا خاصنا نعطيوه داك الشيء اللي استهلك، بحال مثلا الجليكوز، بحال الدهنيات، يعني الخليط اللي كنعطيو خاص ضروري يكونوا فيه هاد الحويجات. زائد يعني الباقوليات اللي هما بحال الجلبانه، بحال الذره، بحال الفويله. ودي الذره كتعتبر من السكريات. ما تيبغيو ينزلوا، انت تيبغيو ينزلوا، ولكن حيت انا داير الرايه صافي، انت خاصي تزيدي الطيري صافي. الحمامه كتدخلها لعقلها، راه اون فوا غادي نحيد الرايه من هنا وغادي نصفر على الحمام راه غادي يجي. راه واخا يكون وصل الفرق ديال الدري، مثلا الدري صاحبي راه اليوم ما طلقش هو، واخا يكون الفرق ديالو حتى هو مطلوق عندي مع الحمام والو، تي صافي كتوصل لهم لوقيته كيدخلوا. اودي كنحيد لهم الرايه، كنصفر لهم صافي، تيعرفوا لحقاش ديجا يطاروا. شو هاد الحميمه فين بغات تطيح؟ هذيك ماشي ديالي 100%. هي واقيلا هي، لا محال واش ديالي. مهم اخوتنا، هذه التوليعه ديالنا، وتحياتي لكم جميعا. نشوفكم في شي فيديو جديد ومعلومات جديده وشي حاجه اللي يعني ان شاء الله غادي نبقى نختصروا داك الشيء باش كل شيء يفهم وكل شيء يعرف. وتحياتي للجميع. هذا هو هذا الشيء علاش كنديروا التدريب، باش نكثروا يعني الاكسجين في الدم، ونكثروا الكريات الحمراء، ونكثروا الخلايا اللي هما وسطهم الميتوكوندري اللي كتعطينا الطاقه. هاد الحويجات هادو هو الفوائد ديال التدريب، وهادو هما الفوائد ديال الرايه.
والفوائد ديال يعني الطريقه ديال الاستاذ ديالنا الحاج الروقي والطريقه ديال الناس الرياضيين كاع يعني التاقلم والتعود والتدرج. ونتمنوا الخير كيف العاده الخوت، تحياتي لكم. هم الحميمات راه طاروا وداروا داكشي اللي عليهم، حنا درنا اليوم داكشي اللي علينا. ها المويكله كما تشوفوها، ابو راس وابو راس، واي حداك اصاحبي، اي حداك شنو صافي كول اصاحبي كول. الكره راه مصيبه بالاخ، هاد جوج خوت، هاد مسخوط هذا راه هو خو عاوتاني، ما تيخليش المتوى ديالو تاكل، الصبر معاهم وصافي. هذا ما كان تبارك الله، راه انت كما تشوفوا دابا داك الذكيه راه هو جايب الريشه الاخرانيه، يعني دابا هذا ما خصنيش يتريني. المهم يطير فوق السطح، ولكن هي حتى الطيران ديال فوق السطح شويه قاصح عليه، بالنسبه ليه هو قاصح عليه. علاش؟ حيت ديك الريشه الاخرانيه يعني تدير ليه مشكل كما كتشوفوا في رجله، هي راه عواجت ليه تما. تقريبا كاين هو كاين شي ربعه د الحمامات، هادو التفريخه الاخرانيه، وكاين هادي راه مازال ما مبدلاش، هاد الحميمه هادي، كاينه واحد الحميمه اخرى حتى هي مازال ما مبدلاش. المهم بحال هادو يعني الحوايج، الدراري خاص يبداو يحاولوا يراقبوا هاد الحويجات، يعني ديال هاد الريشه بحال هاد الريشه راه الا صيفط ليه المطلق وما جاش راه ماشي حيت هو عيان ولا، راه يقدر لحقاش الطيران ديالو ناقص، يعني الطيره ديالو ما طايرش شي طيره مزيانه اللي غادي تخليه يسلك من الطير، حيت الطيره الخوت راه اللهم بارك راه ما تيزقلش. يعني هذا غادي يبقى راه هو هذاك حتى هو راه نفس الديكور، هذه ختوني حتى هي راه فيها باقا ليها ريشه، فهمتي؟ يعني ضروري الاخواني يردوا البال هذه القضيه ديال الريشات الاخرين. بحال دابا هذيك الريشه غادي نخليها حتى تفوت النص، حتى تفوت النص، يعني تقريبا غادي تكبر لي في واحد 6 ايام، يعني 6 ايام عاد غادي تكبر لي، ونقدر الا ما حالفوش الحظ في لونطريمو ولا غادي نقدر نتريني به بوحدو، يعني هو والحميمات الاخرين بحال هذا حتى هو. هانتوما كما كتشوفوا ها هي البليصه، نحاول ندير لكم على العلامه تما. وكاينين شي حويجات بغيت نوريكم شي علامات، ولاني خاصني نقرب ليا شي واحد الحميمات الاخرين كتكون ليهم في جهه الريش. دابا هاد الجنح، هاد الجنح عندو، هاد الجنح الريشه الاخرانيه، هاد الريشه اللي فوقها تتبان لك واحد الكحوليه تما، الا قلبتي الحميمات ديالك اخويا راه غادي تلقاهم. هاديك الدهنيات، هاديك النسبه ديال الدهنيات تتكون في الجسم مزيانه وكتخرج في ديك البلاصه في الجنح، يعني كتساعد. هادو هما الحويجات اللي كيستهلك الحمام في الطريق، باش كتعرف الحمام بانه تبريبارا، وهاديك ضروري خاص تطلع لك ديك العلامات ديال الزيوت في الدو في ديك ديال الدهون في الريش. نتمنوا الخير الخوت، وتحياتي لكم جميعا. صدام راه محيح، هانتوما تبارك الله كما كتشوفوا الحميمات راه كانت الوكاله عامره، عامره تيضربوا دابا في هذه اللحظه. يعني الا خلاو ليا الشعير شويه، شي حبيبات ديال الشعير راه ما غاديش نزيدهم الماكله، ولكن الا كلاو كل شيء راه غادي نزيدهم الماكله. هكا كده نتعامل مع الحميمات، تنشديهم العبار. بحال دابا الحميمات عندي تياكلوا، هاد السجنه كتاكل كاس، وديك السجنه اللي هي تاكل كاس، فهمتي؟ الكاس كما كتشوفوها هو فوق هاد، هو باش كنعبر، يعني كندير لهم بحال هكدا. مثلا بغيت نعطيهم روبوا، بغيت نقسمها على جوج، كنعطيهم كاس كنفرقوا على هاد السجنه والسجنه الاخرى، والعشيه عاوتاني كنعطيهم كاس مفروق على السجنه السجاني عاوتاني. راه تبارك الله راه غادي معاهم في الريتم مزيان. هانتوما كما كتشوفوا الميكله دابا راه خلاو غا الشعير، شو الكاردي، ما كاين حميمات ضروري خاص نضربوا داك الكاردي حيت هو تعتبر من الحبوب الزيتيه. اخوتي تندير لكم هاد الفيديوهات على حساب الناس ديال نجمه 6، راكم عارفين الفيسبوك شويه ما انا بعدا ما تيبغيش يدير لي الفيديوهات ديال 10 دقائق، وهادي نحاولوا نبقى نديروا فيديوهات صغار ولكن اللي فيهم افاده كبيره. تحياتي لجميع الاخوان. كما كتشوفوا الحميمات اللهم بارك راه بواحد الصحه راه جيده وجيده جدا، واخا انني زديتهم، يعني زديتهم راه لي كوبلاهم راه تزاو، والحمامات راه كاينه وحده مبيضه لي هي اللي بيضات الاولى، مازال ان شاء الله غادي يتبعوهم. كاين بحال هذيك اللي هي، كاين بحال هذيك اللي هنا، هذا ما كان يعني درنا لهم بودر روج لي مينيرو المعادن. نتمنوا الخير. هذا راه يلاه ولا شدنا، ها انت اخويا عبد الرزاق
وخويا عبد الرزاق كازا، ناس كازا تحياتي لكم. ها هو ولد صدام، ها هو صدام، ها ولدو، ها هو شد البلايصه راه فيها بزز. وإلا وليت بحال تقول خدام معاه غير هو، والله الله العظيم وليت اخويا كنديرو تما و تيدخل ليه الذكر الاخر عمو داك اللي كاين هنا كيدخل عنده تيضربو وكذا. وليني فاش يعني فهمت الاخر، الاخر فهمت لي ما تقيسوش صافي شد بلاصتك وريح. وراه تبارك الله هو راه شد بلاصتو دابا هاد عاوتاني التوام المافيوزي ولا التقدم. تحياتي، اللهم بارك. هاد جوج خوت ان شاء الله فاش تزادوا مزيانا نيت باش يبدا يجيو مرافقين. ايوا نتمناو الخير. ها هو الذكيرة، هو يلا دبر على النتوى. ها هو مع هاد النتوى هادي كانت مزادية ليها مع ديك النتوى الكحلة الزيمبابوي، كانت مزادية معاها. دابا راه هي دبرات على عشيرتها هو كحل، فهمتي. حتى البشر راه بحال بنادم. نتمناو الخير. هذا راه ولد الشريف الوزاني، هو راه معربط. هذاك الذكير راه خوه هذاك الذكير اللي ليه، نتمناو حتى هو يدبر على شي نتيوا ديالو. هذه خلاص راه هذا هو الكوب اللي مبيض. ايوا نتمناو الخير الخوت، تحياتي لكم جميعا. وهاد القضيه هادي يعني الى خدمات، وهادي واصلا غادي تخدم. علاش؟ حيت ما درتهاش العام الفايت، وحتى الحميمات اللي لعبوا ليا مزيان كانوا مزوجين وبيضوا ليا. وهادي نتمناو الخير. هادي التوليعه ديالنا الخوت، نشوفوكم كيف العاده. هنا راه خلينا هاد الوكر هذا لذاك واحد الذكير كاين اللي راه هو النيت، الا ماشي هذاك واحد البدعي بحالو. غادي ان شاء الله غادي غير نشوف النتوى اللي تلاصق معاها، وغادي نجيبهم هنا وندير لهم طاجين، راه ان شاء الله غادي يشدوا بلاصه. هانتوما كما كتشوفوا الحميمات هما خلاو لي انا الشعير، خلاص الدروج راه يعني دابا الدروج كي تنستعمل ليها كنديرها مع العلقه ديالها مع الماكله اللي كنعطي للحمام، وكنخلطها لهم هكاك حرفيه، ما كندير لها لا زيت لا ما لا والو. صافي تياكلوها الحميمات باش ما تضيعش، راكم عارفين الخوت داكشي كيضيع بحال الكريت، بحال حتى الكريت هو كنديرو لهم في الماكله، يعني ماشي كيبقى عندهم ديما، حيت لاحظت انا الحمام يعني تياكلو بواحد النسبه وصافي تيهملو عاوتاني واحد المده، داكشي باش خليت لهم هاد الحويجات. ايوا نتمناو الخير. ها هما راه هاديك راه خالتو النيت، دابا هاديك النتيوا راه خوت هاد النتوا الصفرا، وخوت هاد النيت يعني باهم واحد النيت. الله فامي رويال.